السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناة فكرة. اليوم سنتعلم كيف تحميل الفيديو من الفيسبوك بدون أي برامج. طريقة سهلة جدا. أول فيديو نضغط على زر الفار اليمين، نلاقي هنا حفظ الفيديو نضغط عليه. هنا أين تريد تحميله؟ أنا سوف أحمل التنزيلات، وأنا مثلا نسمي محمد عساف. نضغط على حفظ، تلاحظون هنا تم التحميل. نضغط افتحه في المجلد، ها هو مشغله. تم الحفظ باسم محمد عساف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.